انتخاب مجالس المحافظات. طبعا عندنا احنا انتخابات انتخاب الاقتراع الخاص والاقتراع العام. الاقتراع الخاص هو خاص بالقوات الامنيه، يكون اقتراع قبل الاقتراع العام، واعتقد يوم 16 حيكون الاقتراع بالنسبه للقوات الامنيه، ووصلت كل القوائم والكل الان جاهز ان شاء الله ليدي بصوت. النقطه المهمه انه توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحه المهندس محمد الشاع السوداني واضح بضروره توفير الاجواء الامنه لاجراء الانتخابات، وهذا ما دابت عليه قياده العمليات المشتركه بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخليه والاجهزه الامنيه والاستخباراتيه الاخرى. الخطط مثل ما اشار لها السيد رئيس خليه الاعلام اللواء تحسين الخفاجي كامله وجاهزه، وحقيقه ايضا جهد كبير من قبل السيد نائب قائد عمليات مشتركه رئيس اللجنه الامنيه العليا للانتخابات بتواجده في كل محافظات العراق واكمال كل الخطط الامنيه بنجاح العمليه الانتخابيه.